قلت حضرتك بالظبط وبالنص، انا اصلا ممثل كوميدي ضل الطريق الى التراجيديا. هل دفعك احد الى سلوك هذا الطريق ام انه اختيارك؟ لا، شوف هقول لحضرتك على حاجه. يمكن ايه، الشعب المصري رجل الشارع ده في حته كوميدي. الشعب المصري كله جواه طفل صغير كوميدي، لذلك تلاقيه ابن نكته، خدت بالك، سريع البديهه، ده صفات الشعب المصري كله. انا حبيت الكوميدي، خدت بالك حضرتك، ولما احب الكوميديا لابد ان انا اتقن فنونها، لان الكوميديا دي بحرها واسع قوي. اللي احنا بنشوفه في مصر كله ده لون واحد فقط من الكوميديا اسمه الفرز، لكن الكوميديا دي كوميديا الموقف وكوميديا الشخصيه وكوميديا الاخلاق وكوميديا ما اعرفش ايه، ده مجموعه كنا بندرسها في المعهد بشكل يعني اشكال مختلفه للكوميديا، طبعا اشكال علميه كمان، علميه طبعا. لكن اللي احنا بنشوفه عندنا ده كوميديا الفرس، ده لون واحد بس من الكوميديا. انما انا عشان اشتغل في حته الكوميديا لابد ان انا اتقنها، ولازم يكون عندي الاستعداد الرباني بقى، الاستعداد الرباني بقى بتاع ربنا، والاستعداد بتاع البيئه اللي انا عشت فيها اللي هي البيئه المصريه، اللي هي اصلا بيئه ساخره بتمتاز بخفه الدم لوحدها. لذلك انا دايما بقول على نفسي كده، انا جوايا هذا الطفل الكوميدي وبحبها وبحب الكوميديا جدا، خدت بالك. لذلك ناس كتير قوي لما بتشوفني على المسرح بعمل دور كوميدي بتفاجئ برضه. لكن انا بقول ايه، لما بنيجي نعمل شخصيه، الشخصيه دي انت بتتناول حياتي مثلا في 5 سنين على الاقل، مش ممكن في ال5 سنين دول انا متجهم وابويا مات قبلها بيوم، لا ابدا، بالعكس، ده حياتنا احنا النهارده فيها متغيرات. لذلك تبص تلاقي دايما مفيش شخصيه واخده الجانب الجد كده في المسلسل، ده يبقى غلط، لان ما بتحصلش في العالم كله. لازم بيبقى لك لحظه من اللحظات بتقول انت فيها في او ملحه او طرفه او اي او اي حاجه. حمدي احمد قال في جريده مسائيه يوم 30 مايو 71، نفسي امثل دور انسان القرن العشرين ووضعه من حيث القضايا في العالم وتاثير السياسه والاقتصاد على انسان القرن العشرين وعلى الرجل البسيط بصوره عامه. باختصار عايز امثل قلعه انسان القرن العشرين بما فيها من قلق وتوترات. هل تحققت هذه الامنيه في حياه حمدي احمد الفنيه؟ للاسف ما تحققتش، ويبدو ان السن خدنا ومش هتتحقق. ليه انا بقول كده؟ زمان لما كنت اقعد انا مع ابويا ومع ستي ومع عمتي الاقيهم بيتكلموا برحرحة شديدة جدا، وعلى الخير اللي كان موجود، وعلى معرفش الخبز والعجين والضيافة، ويوم الثلاث لما كان الضيوف يقولنا وبتاع. النهاردة ده مش ممكن تقدر تحقق، ده مش ممكن. انت بتعاني في الشارع وبتعاني في الدراسة وبتعاني في الصحة وبتعاني في معرفش ايه وبتعاني في المكسب وبتعاني كل ده كل ده. انا عايز اعمل هملت من لون جديد، هملت الذي هو قلق باحداث القصر. انا عايز اعمل هملت الذي هو قلق باحداث الحياة كلها. ده هتبقى يعني ازمة انسان معاصر، دي لو حد كتبها يبقى كتر خير والله. لكن هي أمنية ما تحققتش. لا ما تحققتش.